المناضلة اللي كتنظمها مجموعة القرض الفلاحي كتجي في سياق تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، خصوصا في الأساس ديالها الأول اللي كيوضع التنمية البشرية في قلب المعادلة ديال التدخل، وخصوصا إبراز طبقة فلاحية وسطى في العالم القروي. فالموضوع ديال المقاولة والموضوع ديال ريادة الأعمال بالنسبة للشباب في القطاع الفلاحي والعالم القروي هو موضوع جد بالغ الأهمية، واللي هناك عدة آليات اللي توضعات، والآن عندنا مقاربة جديدة من جيل جديد اللي غادي يكون فيها يعني واحد تدخل شامل بين الجانب التقني والجانب يعني المالي لأجل المواكبة ديال المشاريع منذ يعني الفكرة ديال المشروع إلى التنزيل ديالو، ولأجل تسهيل المساطير على الشباب. فتنزيل ديال هذه المقاربة على الصعيد يعني المحلي غادي يكون عبر شبكة ديال يعني ديال دار المستثمر القروي اللي غيطلقها المجموعة ابتداء من اليوم، وكذلك الشبكة ديال المراكز ديال توجيه الشباب للمقاولة والعمل والرياد الأعمال في يعني المجال الفلاحي. وغادي تكون هناك واحد تعاون وواحد شبابيك يعني وحيدة باش تسهل على الشباب يعني المواكبة والإخبار بما يعني بالنسبة للعروض اللي موجودة.